مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج والملخص الأسبوعي. من هي شركة الممثلة شتاي أولوسوي؟ رسميا تم اختيار الممثلة إبرو شاهين لتكون هي شركة الممثلة شتاي أولوسوي في الفيلم الجديد الرجل المحترم، وقصة الفيلم ليس لها أي صلة باسم الفيلم. الحلقة الأخيرة من مسلسل طبيب البلدة. اتفقت الشركة المنتجة لمسلسل طبيب البلدة مع إدارة القسم الدرامي لقناة تيرت سابير بأن مسلسل طبيب البلدة سوف يتكون من 32 حلقة فقط. ونعم صحيح نسب المشاهدة لمسلسل طبيب البلدة ضعيفة، ولكن وبحكم قصة المسلسل فإن القناة سوف تدعم المسلسل على أن يستمر حتى نهاية القصة، حيث أوضحت سابقا إدارة قناة تيرت سابير بأنها سوف تدعم المسلسلات صاحبة القصص المميزة ولن تدعم جميع المسلسلات مثلما كانوا يفعلوا بالماضي. وعن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل اسمعني ذلك، ومن بعد السماح للمسلسل بالاستمرار بحكم الشعبية الكبيرة التي نالها المسلسل، وكان من المقرر سابقا على أن يستمر للحلقة 22، ولكن الآن تراجعت قناة ستار عن اتفاقهم وطلبت من شركة الإنتاج على إنهاء القصة عند الحلقة 20. مسلسل الممثلة جيمري بايسال الجديد. انضمت الممثلة جيمري بايسال إلى طاقم الموسم الجديد من سلسلة الجريمة البوليسية بوسكير، وسوف نرى الممثلة جيمري بدور شخصية تدعى سيفدا. ومع مسلسل طبيب البلدة وابتداء من الحلقة 25 سوف ينضم اسم جديد إلى طاقم المسلسل، وهي بيرفين أنت، وسوف تجسد دور جوزدي في إطار أحداث المسلسل. وبالاستمرار مع المنضمين وتحديدا مع أحداث مسلسل شراب التوت، سوف ينضم الممثل سويدان سويداش والممثلة ألارا بوزبي إلى الطاقم. وعن المسلسل الجديد لا يمكن الوثوق بالرجال، انضم إلى الطاقم الممثل أحمد كاياكسن. إيقاف تصوير مسلسل البرسلان. وفي خلال الفحص الروتيني الذي يجرى لطاقم المسلسلات كشف بأن الممثل بارش أردوتش مصاب بكورونا، وحينها على الفور اتخذ القرار بإيقاف تصوير مسلسل البرسلان. ومع هذا القرار لن تعرض الحلقة 36 في يوم الاثنين المقبل. التراجع عن إيقاف مسلسل. ولحسن حظ محبي مسلسل تهويدة البلقان، تراجعت قناة تيرت سابير عن قرارها بإيقاف مسلسل تهويدة البلقان عند الحلقة 20، والقرار الجديد هو أن المسلسل سوف يستمر ولكن لن تعرض الحلقات الجديدة من المسلسل خلال فترة كأس العالم، وكما هو الحال لجميع مسلسلات قناة تيرت سابير، حيث سيتم نقل المباريات على قناة تيرت سابير. من هم الأكثر شهرة في إسبانيا؟ أعلنت لجنة جوائز بروذو الإسبانية التلفزيونية عن النجوم الذين نالوا على جماهيرية واسعة في إسبانيا خلال عام 2022. أولاً تكريم الممثل كيرام بورسين كأفضل ممثل لدوره في مسلسل أنت أطرق بابي، وثانياً مع جائزة أفضل ممثلة لألينا بوز ذلك ولدورها في مسلسل مرعشلي. وتم اختيار المسلسل الرائع مرعشلي كأفضل مسلسل تركي في إسبانيا لعام 2022. وعن جديد الممثلة هاندي إرتشال، مبدئيا لديها مسلسل تلفزيوني جديد مع ذات شركة الإنتاج التي أنتجت مسلسل أنت أطرق بابي، ولكن لم تقم حتى الآن الممثلة هاندي بالتوقيع.